لا لا تروح ورا الفلوس، روح ورا الشيء اللي انت قاعد تحبه، لان الشيء اللي تحبه راح يجيب لك فلوس اذا انت اشتغلته في الشكل الصحيح. طبعا احنا شركتنا من الشركات الفريده من نوعها في المنطقه، بحيث ان احنا هدفنا ان نسوي منتجات تشتغل على الطاقه الشمسيه بشكل عام. كنت اسوي ابحاث واسوي بروتوتايبس عن الالواح الشمسيه وغيرها، لان هاي شغفي منذ الصغر، الاختراع وابتكار الشغلات الجديده. بديت اطلب من الانترنت القطع مالت الالواح الشمسيه وغيرها، وفعلا سويت اول بروتوتايب بال 2013 ان لوح شمسي كامل صممته، كان تقريبا قوته 24 فولت. ذيك الفتره للحين ما كان عندي الفكر، خلينا نقول الفكر البزنس، فخليت المشروع ان هولد من 2013 واشتغلت كذا شغله. صار عندي فكره ان افتتح مصنع يصنع الالواح الشمسيه في البحرين. يعني كان في نشوه الانجاز انك تقعد تصنع الواح الشمسيه وفي البحرين، وهاي كان شيء حلو، ولكن في النهايه العميل يبي شيء جاهز. فهاتني فكره ان زين ليش ما انا اسوي نوع الخطه البديله او خطه الطوارئ، ان اتخلص من هذه الالواح الموجوده عندي بطريقه ان ادمجهم ويا البرودكت. وفعلا كان برودكت سايلنت باور. طبعا احنا نطلع في برنامج بيبان ان نتوسع، الحمد لله الحين عندنا احنا برودكت جاهز، برودكت مبيوع في 3 دول الحمد لله، ونطمح ان نوسعه وان ننتج منه اكثر. والله الطموح للعالمية إن شاء الله، مع الشركاء الاستراتيجيين ممكن إحنا إن شاء الله نوصل للعالمية بسهولة، ويكون لنا بعد لاين ثاني، منتجات أخرى صديقة للبيئة تمثل مملكة البحرين بشكل ممتاز في جميع أنحاء العالم.